معنا من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية مفادنا إلى هناك جمال عز الديني. جمال، من هم أبرز المشاركين في هذه المظاهرات وإلى أي مدى يعولون فعلا على استجابة الحكومة البريطانية لمطالبهم؟ نعم نادين، في الحقيقة المظاهرة كما ترون خلفي هنا حوالي 200 ما بين 200 إلى 300 متظاهر تجمعوا منذ حوالي ساعتين تنديدا باستقبال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصل اليوم إلى بريطانيا والذي يلتقي غدا برئيس الوزراء ديفيد كاميرون. المشاركون هم من عديد الاتجاهات وتوجهات في الحقيقة، من مصريين مقيمين هنا في بريطانيا وكذلك ناشطين بريطانيين وقيادات في المجتمع المدني وفي النقابات البريطانية، جميعهم ينددون بما أسموه كما ذكرت التواطؤ البريطاني والشرعية التي يضفيها الحكومة البريطانية وديفيد كاميرون تحديدا على نظام الرئيس المصري الذي يتهم بممارسات قمعية ضد معارضيه وبانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. في الحقيقة الأصوات تتعالى ليس فقط اليوم، منذ أيام ومنذ أسابيع هناك أصوات داخل بريطانيا وخارجها تنادي بإلغاء هذه الزيارة، ولكن على ما يبدو الحكومة البريطانية لم تصغي ولم تعطي أذانا صاغية لهذه المطالب، حيث سيستقبل ديفيد كاميرون غدا عبد الفتاح السيسي. غدا كذلك سوف يعود هؤلاء المتظاهرون بحسب ما قالوا إلى هنا أمام داونينج ستريت للتنديد بهذه الزيارة وربما لمطالبة الحكومة البريطانية بخطوات أخرى في المستقبل للضغط على نظام الرئيس المصري لمزيد من الحريات ولعدم أو للتوقف عن اعتقال المعارضين السياسيين. شكرا جزيلا لك من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية جمال عز الديني.